لاعبات تحديدا لو هنتكلم سيدات الاهلي للكره الطايره، طبعا المتالقات كالعاده بتتكلم على مستوى البطولات طبعا اللي بيحققوها مع الاهلي او حتى مع المنتخب، هنحكي في كل ده وهنتكلم. بس خليني اقول على حاجه بس قبل ما نبدا طبعا، واعرف حضراتكم بضيفتنا اول مره او من المرات النادره اللي بلاقي بنت اطول مني يعني. فيعني خلينا نرحب بضيفتنا العزيزه ايه خالد، لاعبه الفريق الاول للكره الطايره بالنادي الاهلي. صباح الهنا وبجد منورانا يا ايه. صباح النور، بنورك، شكرا قوي. صباح الخير عليكي طبعا يا ايه، ويمكن مجهود كبير جدا بذل بالنسبه لكم، اجتهدتوا وقدرتوا ان انتوا تحققوا. بالنسبه لك انت طبعا على المستوى الشخصي قدرت ان انت تحققي طبعا افضل سنتر بلوك في افريقيا مع منتخب مصر، امور بتكون فيها صعوبه شويه لكن ربنا ما بيكرم، الامور بتختلف بشكل كبير. في البدايه بقى يعني لو هكلمك بقى من البدايه، البطوله الامور كانت ازاي؟ عايز ابدا معاكي من فندق الاقامه، لان بتبقى في صعوبه كبيره جدا في الاقامه والمعيشه اللي بتاثر عليكم بشكل كبير في المباراه. كلمينا من البدايه على البطوله. أيوة بصراحه من الاول كان في صعوبات فعلا. فندق البطوله احنا اول ما رحنا الفندق ما كانش احسن حاجه خالص، احنا اتفاجئنا ان الفندق في مكان زي سوق كده عشوائي، فالدنيا مش امان خالص ان احنا نقعد في فندق زي ده. فالجهاز الفني بتاعنا ما رضاش ان احنا نقعد في الفندق ده، واضطرينا ان احنا يعني قعدنا نلف على كذا فندق من الفنادق المخصصه للبطوله لحد ما لقينا يعني احسن الوحشين ان احنا نقعد فيهم، وقعدنا فيه بس عشان نبقى قاعدين في مكان امن يعني. ده كان اول حاجه. ثانيا برضو الملاعب، كان بس الملعب الرئيسي هو اللي كان كويس، كان في ملعب تاني فرعي وملعب نتمرن فيه، دول ما كانوش احسن حاجه. الارض مش مستويه قوي، فبرضو كان خوف ان احنا ممكن نحصل لنا اصابات. احنا اضطرينا نلعب ماتشين في الملاعب الفرعيه دي، فكانت مش احسن حاجه خالص. برضو ملعب التدريب ما كانش احسن حاجه، فدي كانت صعوبات كتيره واجهتنا في البطوله دي. طيب خليني برضو ابدا معاك، يعني هل اثرت على اللعب وعلى الاداء ولا لا؟ لا ما يعني ما اثرتش، يعني حوار الفندق ده احنا يعني اتصرفنا فيه وخلاص تمام. البطوله الملعب احنا بس لعبنا فيه ماتشين والحمد لله، كان ماتشات السهله، فما كان كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخلص الماتش بسرعه ومن غير من اي غير اصابات، من غير اي اصابات عشان عندنا ماتشات قويه بعد كده. انت طولك كام اصلا يا ايه؟ انا 185. ما شاء الله، لا انت كده اطول بكتير. انا كنت فاكره 170 مثلا. ما شاء الله، لازم الطول ها، لازم ده شرط اساسي ولا مش شرط؟ مش شرط اساسي، بس كل الطول يعني بيساعد اكتر، كل ما تبقي طويل اكتر كل ما حاجه احسن يعني. حلو جدا. ازاي قدرتوا بقى توصلوا للمرحله دي، او ازاي انت قدرتي تحصلي طبعا على اللقب في ظل الصعوبات دي؟ لان الصعوبات دي اكيد بيبقى لها تاثير طبعا. ان انتوا توصلوا لهذا الامر ده يحسب ليك ويحسب للجهاز الفني. كلمينا صعوبه البطوله وازاي قدرتي تحققي هذا اللقب. البطوله كانت صعبه، بس الجهاز اللي كان معانا كان بيحاول دايما ان احنا نتفادى الصعوبات دي بسرعه. واحنا من الاول كان هدفنا ان احنا عايزين نوصل للفاينل وعايزين نكسب البطوله دي، فكنا بنحاول ان احنا اي صعوبات نتغطاها بسرعه، اي حاجه مش مشكله نعدي اللي بعده، احنا عندنا بطوله مهمه ولازم نركز فيها. فكنا بنحاول ان احنا نركز بس في لعبنا، والجهاز بتاعنا هو كان بيحاول ان هو يعني يبعد عننا اي مشاكل او حاجه، بس ده اللي خلانا ان احنا نقدر احنا نلعب احسن حاجه عندنا، ادينا بطوله كويسه والحمد لله قدرنا نحصل على حاجات كويسه. بص يا اخي، خلينا نتكلم شويه في العموم، يعني الرياضات المختلفه في النادي الاهلي كمان دلوقتي بنتكلم عن العاب الصالات وغيره محققه برده، كانت موسم رائع جدا واستثنائي عن المواسم كمان اللي فاتت. فاحنا هنتكلم هنا شويه راجع الموضوع ليه، هل هي اداره مثلا خلينا نقول اداره ناجحه، تيم ورك كان اكثر من رائع، مدير فني كان برده، يعني كلمينا عن الاسباب اللي دعت في الاخر او ادت في الاخر للنجاح الملحوظ بهذا الشكل كمان لو هتكلم تحديدا على اليد. هو الموضوع اكيد بدا من الاول من النادي، من اصلا السيزون اللي فات كان سيزون استثنائي وكان سيزون صعب جدا، والدوري كان بقى اصعب من الاول. ف نتيجة ان الدوري بقى احسن ده خلى ان احنا في المنتخب الدنيا بقت احسن، الفرقة بقت اقوى، بقينا قادرين ان احنا ننافس مع، وقدرنا ان احنا نكسب فرقة زي الكاميرون احنا ما كناش بنكسبها على ارضها في وسط جمهورها، كل ده ساعد في الاخر. وطبعا الجهاز الفني كان على اعلى مستوى، كان يعني مخلينا كل هدفنا ان احنا نكسب، ان احنا يعني نركز في البطولة ان احنا نكسب فيها، فكل دي حاجات ساعدتنا ان احنا نظهر بالشكل ده والمظهر ده. حلو جدا. يمكن كمان الحقيقه دور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في بعض التوقيتات، اما بعد ما بتكسبوا بطوله بتلاقي حفله، بتلاقي تسليم درع، بتلاقي فيه اهتمام، ده مردوده عليكم ايه؟ لان ما فيش نجاح من غير المسانده الكبيره جدا من مجلس اداره النادي. ايوه احنا طبعا دي حاجه بتبسطنا جدا، احنا بعد ما كسبنا الدوري هو
تقريبا كان الوقت ده كان عنده يعني ظروف، بس احنا انها كابتن فرقه نهله كلمته قالت احنا يعني فرحتنا مش هتكمل غير ما حضرتك تبقى موجود، وفعلا يعني ما فيش نص ساعه وكان موجود عندنا في الصاله واحتفل بينا، ودي حاجه فعلا زودت فرحتنا وساعدتنا جدا ان هو كان موجود وعلى طول في ظهرنا وعلى طول بيدعمنا، فدي حاجه بصراحه بتبسطنا جدا وتخلينا فخورين ان احنا نلعب في نادي الاهلي. اكيد ايه، انت بتلعبي في النادي الاهلي في المنتخب، فعايز اعرف تكلميني اكتر عن الفرق ما بين بقى اللعب في النادي الاهلي ومميزاته والفوارق ما بين بتلعبي مع المنتخب، وايه الصعوبات اللي ممكن نتكلم ان هي بتواجهك على مستوى المنتخب كمان. اكيد اللعب في النادي الاهلي، انا بقالي دي ثالث سنه ليا في الاهلي، كنت بلعب الاول في نادي الشمس، فاللعب في النادي الاهلي مختلف طبعا عن اي نادي خالص. في ايه بقى؟ في حاجه ان انت كلاعب احنا بس كل مطلوب منك انك تلعب تركز في تمرينك بس، مش مطلوب منك حاجه اكتر من كده، انك تركز في اي حاجه تانية خالص. الاداره مسؤوله عن كل حاجه، بتوفر لنا كل حاجه من غير ما احنا نتكلم في اي حاجه غير اي نادي تاني خالص، فدي بتخليك ان انت في مركز في تمرينك، تطلع اقصى مجهود عندك، عايز يعني عايز تكسب كل البطولات عشان ترد لهم كل الجميل اللي هم بيعملوه لك ده. اللعب في المنتخب صعوبته ان احنا بيبقى كذا حد من كذا فرقه، فبيبقى لسه مش واخدين على بعض شويه، ناخد وقت اول ما نلعب مع بعض ناخد على بعض. فتره الاعداد مفروض بتبقى مخصصه لده، ما بيتمش الاعداد بشكل كبير ولا بيتم؟ لا بيتم. هي فتره الاعداد دي مخصصه ان احنا محتاجين ان السته في الملعب يبقوا واخدين على بعض اكتر، دي بتاخد وقت شويه، بس بعد كده خلاص في الاخر بنبقى خلاص خدنا على بعض ووقت البطوله نبقى جاهزين. حلو جدا. هي يمكن التتويج باللقب سواء محلي او افريقي بيبقى محتاج تركيز كبير، محتاج تخطيط، محتاج يكونوا على قدر المسؤوليه كالعاده. ازاي قدرتوا ان انتوا تحضروا للبطوله؟ الفتره كانت ازاي؟ كلمينا عن النقطه دي لان دي نقطه مهمه جدا عشان توصلكم لهذا الناتج من التتويج. احنا بطوله المنتخب دي بعد ما خلصنا السيزون خالص على طول، يعني دوبك اخذنا اسبوع بس اجازه ودخلنا في التدريبات مع المنتخب. كان المفروض يبقى في كذا بطوله في النص غير البطوله دي، بس في يعني اتاجلوا، فاحنا كل فتره دي قعدنا، دي كانت اهم بطوله لينا، فقعدنا حوالي 3 شهور او حاجه بين معسكرات، وعملنا معسكر خارجي في اليونان، وبعدين رجعنا معسكرات تانيه داخليه في مصر، فدي كانت اطول مده قعدنا فيها معسكرات في المنتخب. يعني احنا دايما كان اخرنا يبقى شهر شهر ونص، دي اطول مده قعدنا فيها، فالاعداد كان حلو قوي فتره كبيره، فده كانت ميزه يعني كويسه. والبطوله دي كانت بصراحه احنا كانت تارجت ان احنا الرانكينج بتاعنا كان بدا ان هو ينزل شويه، عشان احنا كان بقالنا بطولتين ما بنشاركش، فاحنا كنا محتاجين ان احنا نعلي الرانكينج بتاعنا، فدي كان هدف من البطوله، وهدف ان احنا نوصل كاس عالم ان احنا نتاهل، والحمد لله ان احنا الاثنين دول حققناهم الحمد لله. بصي يعني دايما بيبقى في كلام كده ان احنا بنبص على البطوله لما بيتم تحقيقها، بس طبعا ورا البطوله في كواليس كتيره جدا الواحد ما بيبقاش عارفها. لو احنا هنتكلم عن اهم حاجه في فكره الفريق عندكم، هل هو التيم ورك؟ وازاي بتحققوا ده برده؟ لان طبعا اي لعبه جماعيه لازم يكون اساسها تيم ورك قوي، فاحكي لنا شويه عن التيم ورك، احكي لنا ايه اللي بيدور في كواليس لما بيحصل خساره مثلا لماتش او بطوله ما بينكم، ازاي بتستعدوا بعد كده مع بعض لما بيبقى في بطوله بعدها مثلا او ماتش مهم بعدها، ان انتوا تنسوا اللي فات وتركزوا في اللي جاي؟ مين كمان من يعني الاداره الفنيه اللي بيكون داعم ليكم بشكل كبير؟ عايزين نعرف كواليس اكتر. التيم ورك ده بيبقى مسؤوليته شويه ان كابتن الفرقه هي على طول بتحاول تلمنا ان احنا على طول يبقى في تيم ورك ما بيننا، ان احنا دايما في الملعب ساندين بعض، ما حدش مش بنظهر اخطاء بعض، احنا بالعكس بنحاول ان احنا نلم على بعض. فدي كانت مسؤوليه كابتن الفرقه، وكانت ترى امين هي كانت كابتن الفرقه في البطوله دي، فهي الصراحه كانت يعني ادت المهمه دي تمام. وبعد الخساره احنا يعني الحمد لله البطوله دي احنا كنا يعني ماشيين الحمد لله مكسب، خطوات جيده. خطوات جيده، وكانت يعني احنا اصلا كانت مجموعتنا كانت صعبه، فكان اول لعبنا اول ماتش الجزائر، فده اول ماتش كسبنا 3-0، وكان بقالنا كتير ما كسبناش الجزائر 3-0، فده ادانا دافع كبير وادى لبقيه الفرق انطباع ان احنا لا فرقه جايه تكسب بطوله وجايه تلعب على بطوله، فدي كان وده كان سبب المكسب، ان احنا طبعا التيم ورك بتاعنا كان كويس، يعني ان احنا بنشيل اي حاجه في دماغنا، احنا بس كل همنا هنكسب ونلعب الماتشات على اكمل وجه، واظن ان احنا حققنا ده. يعني يمكن كمان
يعني قبل ما نروح بس للهاتف، فتيات الذهب للنادي الاهلي، انت قلتي بقالك 3 سنين في النادي الاهلي، ايه الاختلاف اللي انت شفتيه من ساعه لما جيت النادي الاهلي حتى هذه اللحظه؟ لان اكيد منظومه النادي الاهلي منظومه ناجحه جدا جدا جدا. لا طبعا المنظومه مختلفه خالص، انا يعني حاسه براحه اكتر وانا بلعب مع النادي الاهلي، ان هم بس كل مسؤوليتي ان انت اتمرني واعملي اللي عليكي وبذلي مجهود وكل حاجه، يعني بعد كده مالكوش دعوه بيها، كل حاجه متوفره لنا. حتى الفرقه عندها دايما احساس بالمسؤوليه، ان احنا لازم نفرح جماهير النادي الاهلي، لازم على طول احنا بنكسب دايما، فما فيش عندنا حته ان احنا لا احنا في اوبشن نخسر اوبشن، لا احنا لازم ننزل الماتش لازم نكسب، ده مش اوبشن تاني. فدي حاجه كانت جديده شويه عليا غير بقيه النوادي الثانيه، بس دي حاجه طبعا حلوه كل ما تلاقي الفرقه كلها عندها الهدف واحد ان هي لازم تكسب، فانت بتبذل كل اقصى مجهود عندك انك تبقى على قد مسؤوليه، انك تبقى زي الفرقه كلها، فده كان مختلف ودي حاجه كويسه. يعني هنروح بقى للتليفون طبعا، معانا الكابتن محمود الوزير مدرب عام الفريق الاول كره الطائره سيدات بالنادي الاهلي. يعني نقول لك صباح الفل عليك. صباح الاهلي. صباح الاهلي طبعا. حلوه الدخله دي يا كابتن محمود. كابتن كريم، كابتن نهوان، صباح الخير. اهلا بحضرتك. صباح الفل. وطبعا حاجه كويسه جدا يا خالد موجوده، يعني ربنا يكرمها ان شاء الله. هي الحقيقه من اللاعبات المميزات جدا، ويعني تحقيق لقب فردي في بطوله ده يحسب لها طبعا، بتجتهد بشكل كبير. لكن يعني عايز اتكلم بشكل عام، يعني بالنسبه لك ايه اللي انت بتشوفه في ايه بنجاحها وباصرارها ان هي توصل لهذا التالق في المباريات وفي البطوله؟ والله ايه خالد، من الموسم اللي فات حتى لما حصل موقف لايه الشامي، ان هي حصل لها موقف في الملعب ايوه ساعه ماتش الماتشات بتاعت نهائي الدوري، ان هي غيرت مركزها من مركز 3 لمركز 2 عشان تغطي مكان آية الشامي، أدت بشكل كويس جدا وأدت واجبها اللي عليها تمام، وبالتالي هي عندها الحماس الشديد، وهي بصراحة يعني هي من أفضل اللاعبين الحماسيين الموجودة، وبتبذل أقصى مجهود ليها عشان تعوض كل الحاجات اللي موجودة في الملعب، فهي ربنا يكرمها إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله السنة دي معانا، وربنا يسهل يعني ان شاء الله. كلام جميل كابتن محمود. برضو مهم ان احنا نروح مع حضرتك يعني ونتكلم شويه عن الطفره الحاصله في كره الطايره تحديدا سيدات بالنادي الاهلي، واللي ليها انعكاس طبعا ايجابي بيكون بعد كده على المنتخب. يعني خلينا نعرف برضو، احنا سالنا ايه السؤال ده بس مهم نسال حضرتك، يعني انا لما اجي اتكلم عن نجاحات بتحقق ومستوى وتطوير، هل ده بيبقى راجع بس ليه مثلا نقول اللاعبات تحديدا والتيم ورك الموجود، ولا للمدير الفني، ولا المنظومة الإدارية عامة في النادي؟ يعني خلينا نعرف منك أكتر، لأن كمان الموسم الجديد أكيد إحنا منتظرين كجماهير للنادي الأهلي موسم لا يقل طبعا إنجازات وتحقيق للبطولات عن الموسم اللي فات اللي كان أكثر من رائع بصراحة. والله وإحنا بنتكلم إن النادي الأهلي دايما هو الأساس أو الدعيمة الأساسية لمنتخب مصر في كل الالعاب. صحيح. احنا بنتكلم على الكوره، بنتكلم على الباسكت، على البولي، على الهاندبول. وده بلغه الارقام عشان ما حدش يقول لنا احنا بنقول يعني بنضخم، ده بلغه الارقام. عدد اللاعبات اللي موجودين في المنتخب واللي بيبقى موجودين داخل الملعب في مع المنتخبات ده بيبين. بالظبط. يعني احنا عندنا اللعيبه الموجوده، يعني كان عندنا 7 لعيبات في المنتخب، منهم على الاقل في 4 أو 3 في الملعب دايما موجودين معانا من الاهلي، فمعنا نص الفرقه معناها من منتخب مصر تقريبا. الميزه الموجوده ان النادي الاهلي بيعتمد اعتماد كلي على المنظومه المتكامله، يعني الاداره اداره، يعني الناس اللي بتوع الاداره اليوم تخصص الاداره بيشتغلوا فيها بمجهود كبير، الجهاز الطبي والجهاز المعاون للجهاز الطبي دول بيشتغلوا برضو عشان خاطر يساعدوا اللاعبين، والمدير الفني والجهاز الفني ده اللي بيزود المهارات وتنمية المهارات عندهم اللي بتبقى بسم الله ما شاء الله، يعني ده اللي بنشوفه في المنتخبات. لان لما الاقي ان حصول اللاعبات مثلا آية خالد وندى وليد وحصولهم على جوائز او حصد الجوائز في
البطولات الأفريقية مع منتخب مصر، ده بيبين إن المنظومة المتكاملة هي دي الميزة اللي صحيح. في النادي الأهلي موجود. صحيح، أنا متفق مع حضرتك جدا. بالتأكيد طبعا، ويمكن كمان هسألك سؤال يعني أكيد سألته قبل كده، لكن الفترة اللي فاتت خلاص انتهت بالنسبة للحصول على البطولات، القادم بالنسبة لكم أصعب لأن كل الفرق دعمت أكيد عندهم هدف وحابين إن هم طبعا ينافسوا النادي الأهلي، كيف ترى هذا الموسم اللي بالتأكيد إن شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق فيه؟ ان شاء الله. هو بس المشكله الوحيده زي ما انت عارف ان الصعود الى القمه سهل، المحافظه على القمه ده بيبقى صعب، فخلينا نقول ان الصعوبه ان انت تحافظ على اللي انجزوه البنات السنه اللي فاتت، فانك تحافظ عليه السنه دي، هي دي الصعوبه اللي بتواجهنا احنا كجهاز فني طبعا، غير طبعا الاعداد البدني، غير انهم مثلا كان في جزء منهم في المنتخب وجزء منهم بيتمرن في النادي، فعشان نوصل المجموعه برضه نقرب من بعض وان العمليه توصل، بالذات ان احنا الجهاز الفني الجديد السنه دي غير الجهاز السنه اللي فاتت، بنشكره طبعا على الانجاز اللي عملوه السنه اللي فاتت، الا ان السنه دي برضو الوضع مختلف زي ما انت قلت، في عندنا نادي سبورتنج بيجهز ناس وجاب برضو لاعبات وحصل فيه انتقالات عايز يعلم من مستواه، نادي الزمالك مستمر باللعيبه المحترفه اللي معاه السنه اللي فاتت اللي ادت اداء متميز برضو السنه اللي فاتت، لازم ناخد بالنا من الكلام ده كله، اكيد هيدعم فرقته، فيعني دول المنافسين الاكثر تنافسا مع النادي الاهلي الموسم دوت، وربنا يسهل يعني، بندعو الله وربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن محمود، كل التوفيق ليك، وكابتن محمود الوزير مدرب عام الفريق الاول لكره الطايره السيدات بالنادي الاهلي، شكرا ليك جدا. اي انت ايه مش فرحانه ليه؟ كابتن محمود عمال يقول فيكي اشعار. كابتن محمود كابتن خير، شكرا ليك. بصي لا احنا بجد سعداء بيكي، وانتي مثال رائع، مش هقول بس لل يعني للرياضيه في النادي الاهلي، الرياضيه المصريه، لان طبعا الكوادر النسائيه بتسعدنا كلنا، لان طبعا طفره حاصله في الرياضه النسائيه في مصر في العموم في الفترات والسنوات الاخيره ما كانتش طبعا يعني في السابق معروفه، فبالتوفيق ليكي ان شاء الله وكل الفريق وللمنتخب، وان شاء الله تبقي معانا مره ثانيه باذن الله. شكرا ليكي. شكرا لك، شكرا جزيلا. شكراً. بالتاكيد طبعا بنشكرك ونتمنى لك كل التوفيق، يعني الفتره اللي جايه صعبه بالنسبه لكم، لكن ان شاء الله باذن الله تكونوا قدها ان شاء الله باذن الله وتحصلوا على البطولات اكيد. بالتاكيد هنطلع فاصل ونرجع من جديد نستكمل باقي فقرات البرنامج.